أكرم بجيل أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. شاعت لنا بالخير والنعماء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ونوائي. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ونوائي. أكرم به من معلم ونوائي. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في عدة مشاهد منها النزالية ومنها المرفوع بثمن قصير تشجيعا للثقافه والجنون. هذه الامسيه العفويه وليست بها مراسم رسميه ولا تحمل الطابع الرسمي، انما هي تحمل الطابع الشعبي العفوي الذي انطلق من الناس والى وثيقه يلقيها المستمع. وهنا التواصل الدائم بين الكاتب والناشر. مجموعة الناشرين الموجودين الآن في هذه المدينة يقومون بتوزيع كتبهم، ومعظم هذه الكتب المجانية توزع في هذه المناسبة السعيدة. حقيقة نحن مسؤولين جدا بهذا الحضور الكريم. نأمل في المستقبل أن يكون تكون الاحتفاليات ليقدمها للناس، وهي من ظواهر الحضارة في بلادنا وفي كثيرة. أبرز القضايا التي تهمنا ولكي نكون قريبين منا البسطاء لا نكون في برج عاجل. شكرا لكم.